جبنا لكم هدايا يا حبايبي. ياي، وجبتوا لنا هدية واخيرا. فين هديتي؟ انا عايز هديتي الاول. يلا تفضلوا يا حبايبي، انتوا اول. يلا دلوقتي انا هفتح. الله، شكرا بابا وماما، ده انا كان نفسي باللعبة دي من زمان، وانا كمان بحب الارض ده. وانا بقى وين هدية؟ تفضل يا حبيبي هديتك. يلا بقى عشان افتحها. ايه ده، جبت له الجوال اللي انا نفسي فيه. شكرا جدا. ايه ده، انت ليه جبت له جوال؟ هو من اصلا مش بيستاهل. جبت له جوال، احنا جبت لنا اشياء بسيطة جدا، ده مش عدل. بعدين هو اصلا مش بيستاهل. عادي يا حبيبي، بعدين ده اخوكم الكبير، لازم تحترمه، وكمان هو بينتبه لكم، عشان كده هو بيستاهل. انا مش مصدق نفسي. بقى هنمشي، وانا كمان. يلا بقى عشان احمل روبلوكس. احمد، اعطيني الجوال اللي معاك ده، اصلا بتاعنا نحنا. ايه بس بابا وماما جيبولي لي انا، مش ليكو. اعطيه ولا هنضربك. تفضلوا. ها يلا امشي من وشنا. بعملكم انتوا كل حاجة بتاخدوها مني. ده الفيلم ده حلو جدا، انا هفضل اتفرجه. ايه ده، انتوا ليه غيرتوا القناة؟ عندك مشكلة؟ ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، مش عاجبنا الفيلم، عشان كده ده احنا غيرنا. بعملكم الواحد ما يعرفش يتسلى. يلا يا حبيبي عشان نلعب كرة، بعد كده هنروح النادي. ماشي، يلا باخد الكرة. خد، ماشي يا حبيبي، خد الكرة. ايه ده بابا بيلعب مع احمد، نحن لازم نخرب عليهم. هنعمل ايه انا واللي تعلي ورايا؟ يا بابا ده احنا عندنا موضوع مهم جدا في المدرسة. ايه حصل؟ ايه ده، شكل الموضوع مهم جدا، انا اروح اشوف. وبقى انتوا لازم تخربوا علي كل حاجة. تستاهل، اكيد لازم نخرب عليك كل حاجة. بقى نكرهكم جدا. وبعد مرور ايام، اسمعي، ايش رايك نروح نشتري عس كريم؟ يلا بينا. يلا بقى عشان نشتري عس كريم. انتوا الاثنين ارفعوا ايدكم، اعطونا الفلوس كلها، ولا هموتكم. ايه ده، يا لهوي، هنعمل ايه؟ ابعد عنهم ولا هبلغ الشرطة. انا ابلغهم دلوقتي. ايه، بلغت الشرطة؟ إيه، نمشي نهرب بسرعة. نحن اسفين كل حاجة عملناها. تفضل عسكري، عادي ما فيش مشكلة. لسه يدوب صاحية، اكيد ماما دلوقتي هتيجي تزعلي امي، ما بلحقش حتى اغسل وشي. نرمين، يا نرمين تعالي بسرعة، يلا بسرعة، تأخرتي عشان تجهزي الفطار. يلا اصحي، مين قالك نعمل غد دلوقتي؟ ايوه يا ماما، ايوه انا لسه صاحية، حتى ما غسلتش وشي. خلصي بلا وشك بلا لينا، انت مهما تغسليه هو كده. يلا عادي يا ماما، وشك جميل قوي. طيب اطلعي بسرعة جهزي الفطار، وما تأخرش تاني مرة، فاهمة؟ دايما كده، معرفش حتى اني مين تحت، ليه ما نمش فوق هنا مقضتها. هو الفطار اتأخر يا ماما؟ ان حاضر يا حبيبتي يا شيرين، بتجهزه دي اتأخرت قوي وهي نايمة. يلا الفطار جاهز، خلينا نجهز لهم الفطار بسرعة، ثواني بس احطه على السفرة. انا مش عارفة ليه ماما تخلينيش انام هنا فوق، بتخليني في غرفة لوحدي تحت، بتضايقني جدا. هقعد اكل يا ماما؟ لا، روحي اكنسي، نظفي البيت. اكنس، هو كل مره كده ما افطرش معاكم، وانا اللي جاهز الفطور. يلا خلينا نخلص وحدي، نفطر لوحدي كالعاده، كل مره ما تخلينيش افطر معاهم، مش عارفه ليه. يلا كمان اغسلي الاطباق، بس اشوف اختك الاول محتاجه ايه.
ولا هي ما تغسلش معايا وتعمل معايا. بقى الجميلة دي تغسل بشعرها الجميل. شوفي سرحي شعر أختك وامسحي كويس الأرضيات، فهمتي؟ أنا راح أغير لبسي. وكمان أمسح، وده لسه ما فطرتش. سرحي شعري كويس، وليه ما تسرحيش لنفسك؟ أنا مش عاوزة أتعب نفسي خالص. بعدين بقى بقى أنا الجميلة ومعرفش أحبش أتعب نفسي خالص. ماما قالت كده، تنفذي اللي أقولك عليه وبس. أي حاجة احتاجها تعمليها خلصي. كمان تغسلي الأطباق، كل ده لسه مفطرتش. أنا بحس نفسي شغالة في البيت ده، مش واحدة من البيت ده أصلا. كنت تعبت قوي. خلصي خلصي غسيل الأطباق. أنت مسحت الأرضيات ولا لسه؟ كمان أمسح ليه بس؟ أنت بترد عليا؟ يلا مسحي الأرضيات، كنيس مش عامل أي حاجة. الله، لبسك جميل يا حبيبتي، دايما جميلة من غضون أي حاجة. أحس أنك أجمل واحدة في كل المدينة. ما أنا عارفة يا ماما، خلينا نسمع التلفزيون شوية، حاسة أني ملانة كده مش عارفة ليه. يلا خلصي مسحي. اوه يا ربي، كل ده جيلي 3 ساعات من ساعة ما صحيت، ولا فطرت ولا لقى وهجهز عشا. حاجة مقرفة. انا عاوزة اعرف وهي كمان ليه ما تقومش تنظف معايا او تعمل اي حاجة. انا زهقت قوي يا ماما من شغل البيت، وهي ما بتعملش اي حاجة غير انها قاعدة كده عاملة لي فيها امير. عليش يعني انت بقيتي ترد على اختك كتير، فاهمة كيف؟ انت مش شايفاها؟ ده كأنها اميرة. شوفي جميلة ازاي وشعرها الذهبي ده، محدش عنده منه 2. وين شعرها وايه نيلة؟ ما تكون انسانة. انا زهقت بقى من كل حاجة. زهقتي؟ انت لازم تتربي. اليوم في المطرة دي هتنامي برا عشان تحرمي تكلمي اختك بالطريقة دي. يلا تعالي معايا. ازاي انام برا؟ انام برا ازاي؟ قلتلك يلا تطلعي برا وهتنامي برا. يا ماما الجو مطرة، اطلعي. كيف بس انام برا في البرد ده والمطرة؟ قلتلك اطلعي تسمعي الكلام، وخليكي بقى عشان تمن مرة ترد على اختك. كل ده عشان قلتلها كلمتين. قلتلها قومي اشتغلي معايا. انا مش مصدقة ماما تعاقبني بالدرجة دي. اوه بردانة قوي والمية باردة جدا، كيف تسيبني تحت المطرة في الوقت ده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس؟ خلينا الدار هنا شوية. يعني هسيبني طول الليل برا البيت؟ انا مش مصدقة. اروح فين بس؟ معرفش اي مكان تاني. اعمل يا ربي اعمل ايه؟ مش عارفة ليه بتعاقبني على الاقل شيء وكل شيء، وانا ما عملتش اي شيء اصلا. خليني قاعدة هنا شوية ما اشوفها. ايه ده انت زي واقفة في المطر كده؟ تعالي معايا. ليه تقفي تحت المطر؟ ومزاجي، ماما طردتني عشان اختي. انا مش مصدق. طب تعالي معايا واحكي له كل حاجة. تعالي. متشكرة قوي على المشروب الساخن ده، دفني شوية. انا مش مصدق ان مامتك تعمل فيكي كده وتعامل اختك بالطريقة التانية. ومسيبك منها، انت تقعدي معايا هنا، انا قاعدة لوحدي اصلا وبحس بالملل احيانا. ولو تفضلي تقعدي معايا على طول يكون افضل. طبعا اقعد معاكي، ده انا ما صدقت. طب خلاص اوضتك فوق وبعدين هنشوف هنعمل ايه. متشكرة قوي، انت طيبة قوي. كويس ربنا عوضني بست طيبة قوي عايش معايا. احسن بقى، كنت ماما دايما بتعاملني بطريقة مش كويسة. يلا بقى خلينا نام شوية عشان حس. انت يا ماما ليه مشتيها؟ من اللي عمل شغل البيت؟ انت عارفة ان عمري ما اعمل شغل البيت لو كان ايه، ولا احط ايدي في المية ولا اغسل اطباق الحاجات من دي ابدا. ما تخافيش يا حبيبتي، هعمل انا. انا مش هخليكي تعملي حاجة حتى لو اجيبلك شغالة. بس مش عارفة هي راحت فين، بتختفي بطريقة غريبة. كنتيش تربطيها؟ انت عارفة ان احنا محتاجينها يا ماما في شغل البيت.
الله سندوتشاتك حلوة يا حبيبتي، بس مش عايزك تتعبي نفسك. لا أبدا أنا متعودة. بقولك إيه، ده أنا بصي لقيتلك مسابقة أزياء حلوة وخليك تشاركي فيها ماشي، وهاخدك معايا دلوقتي للصالون. أنا أشارك في مسابقة أزياء؟ طبعا، هما طالبين نفس مواصفاتك بالظبط ولون شعرك وكل حاجة، عشان الفساتين بتكون مناسبة عليها، فساتين بيضة وكده يعني. ولو نجحتي هتبقى مشهورة جدا. اعملي لها احلى تسريحة. ما تخافيش، ده انا هظبطها دلوقتي، هخليها تسريحة جميلة جدا، وهعمل لها ميك اب هيكون جنان. ثواني بس وهتشوف التسريحة، ده هي شعرها اتجنن، ناعم جدا ناعم بطريقة بص ازاي، هيكون ناسبة مع الفساتين البيض. برافو عليكي، التسريحة دي عجبتني. ممكن بقى تعملي لها ميك اب؟ هعمل لها احسن ميك اب دلوقتي، هيكون مناسب مع عرض الازياء، ده شكلها هتكون مشهورة جدا. ابقى اذكر اسمي بعد كده ان انا اللي بعمل لها الميك اب وكل حاجة، واستمر معاها اكيد طبعا. انا مش مصدقة نرمين، انت بقيتي تجنني والفساتين طالعة عليكي تجنن. يلا بقى عشان تبتدي العرض بتاع الازياء، متأكدة ان ده كان جحي. كل الفساتين اتباعت يا دربين، بجد الشركة مبهورة من عرضك، وكلها بقت جميلة قوي، وانت بقيتي مشهورة بجد. انا مش مصدق كل ده بفضلك، انت اللي ساعدتيني، انا مبسوطة جدا بجد، مش مصدقة خالص. شفتي ازاي صورها في كل حتة؟ ايوه صورها في كل حتة. لازم يا ماما، اكيد معاها فلوس كتير جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نرجعها، ونحاول نرجعها باي طريقة. يلا هو انا عاوز الفلوس دي عشان اشتري كل حاجة. انت بس جيالي عشان بقيت مشهورة؟ فبعد كده كنت عاملة خدامة، ولا محتاجاني خدامة لبنتك تاني؟ انت ولا انت بس عاوزين الفلوس اللي معايا؟ هو دي بقى هدفكم وبس؟ عن اذنكم، هي دي بس الانسانة اللي بحبها احسن. انت مامتي وهكون معاكي على طول. شاطرة شاطرة يا حبيبتي يا ميلا، ده انت بتعرفي كل حاجة في الكمبيوتر. برافو 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 بجد، انا متفاجئ بيكي. وانا يا بابا على فكرة انا بعرف كل حاجة، وبعرف كل حاجة على الكمبيوتر. برافو عليكي يا حبيبتي يا ميلا، وانت محد سألك على رأيك. يلا بسرعة عشان تحطي الاكل على السفرة، الاكل عندك جاهز في المطبخ، جهزي السفرة يلا عشان ناكل. روحي. هو انا بس بحط الاكل وهي ما بتعملش اي حاجة بس يدللوا فيها؟ خلاص حطيت الاكل يا ماما. يلا يا حبيبتي يا ميلا كلي. ايه بابا، هو ممكن العب كمان على الكمبيوتر؟ مش مهم اساسا تلعبي ولا لا، يلا يا حبيبتي يا ميلا كلي، خلصي اكلك كله، انا عاوزك تكبري بسرعة. ما هي كبيرة اهي، انت دخلي في الكلام كتير. يلا امي بسرعة بعد كده تغسلي الاطباق بعد الاكل، فهمتي؟ يلا كلتي؟ امي بقى عشان تغسلي الاطباق. طيب حتى الاكل مش عارف اكله، هما كل حاجة يحملوها ليها بس، ويهتموا بيها ليه؟ بيحبوها اكتر مني ليه؟ هاتي كوباية الشاي يلا، وروحي شوفي شغلك في المطبخ عشان هنلعب مع ميلا حبيبتي. وليش ما عوش معاكم هنا؟ روحي اغسلي الاطباق، ما تأخريش في الكلام، انت كل مرة ما تسمعش الكلام، كل مرة انا اعمل اطباق واعمل كل حاجة في البيت وهي تدللوا فيها بس، انت كلامك كتير. يلا يا ليان روحي. كل حاجة انا عاملها، هما بس قاعدين يلعبوا معها طول الوقت ويهتموا بيها، معرفش ليه. خلصت كده حاجات المطبخ ونظفت المطبخ، لازم اكافئ نفسي. الشوكولاتة هيرش اللي انا بحبها، احسن شوكولاتة في الكون كله، خليني بقى اخد، كل مرة ما باخدش خالص. ماما الحي الشوكولاتة بتاعتي، هاتي. انت ازاي تيجي عند شوكولاتتي؟ انت ازاي تيجي الشوكولاتات كلها دي بتاع الميلة بس؟ اما انت لا ما تاخديش شوكولاتة، خدي لك اي حاجة تاني، تفاح ولا اي حاجة.
بس انا ما بجدش شوكولاته خالص والنفس فيها. حطيها. لا اديها لاختك ويلا اطلعي فوق. مش مصدقه كل حاجه مره، حتى الشوكولاته كلها ليها. ليه بس؟ ليه بس كل حاجه ليها؟ ايه ده، انت ازاي تشخبطي على الواجب بتاعي؟ سيبي ده، انا شكلي هضربك. ليه دي عند حاجاتي؟ ماما يا ماما ضربتني. انا ما ضربتكيش يا كدابه. يا ماما الحقيني. انت ازاي تضربيها؟ ما ضربتهاش يا ماما، شخبطت على الواجب بتاعي. انت نهارك اسود. ده هقول لك هعمل فيك ايه. تعش تروحي اسبوع عند جدتك. جدتي؟ لا انا ما بحبهاش. عقاب ليكي، بدل انت ما بتحبيش اختك وحقوده عليها للدرجه دي. لازم تتربي. يلا خدي ملابسك وتروحي عند جدتك لمده اسبوع، ده عقابك. لا يا ماما ارجوكي، مش عاوزه اروح عند جدتي، ما بحبهاش خالص. يا ماما ما فيش ماما. يلا قدامي، يلا روحي اسبوع كامل عند جدتك عشان تتعلمي تتعاملي مع اختك ازاي. مستحيل اروح عند جدتي، انا محباش خالص. اروح فين بس دلوقتي؟ مفيش مكان اروحه خالص. ليه يا ماما كده؟ كل ده عشان الزفتة اللي اسمها ميلا. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ ايه ده، انت واقفة كده يا شاطرة بشنطة ملابسك ليه؟ اصل ماما مشيت من البيت. ليه بس؟ طيب ايه رأيك تيجي معايا؟ يا ريت، انا عاوزه اشتغل. عندك شغل؟ بصي انا عندي محل تيكاوي يعني وجبات سريعه، تحبي توصلي بالدراجه بتاعتك؟ عديكي دراجه جميله وردي توصلي بيها وتاخدي فلوس كويسه جدا. ايه رايك تحبي تشتغلي معايا الشغله دي؟ بجد؟ طبعا انا بحب الشغل جدا، ده انا بشتغل في البيت شغل زي الحماره. يلا تعالي معايا هوريك المطعم. هنا فين؟ في الشارع ده، هو كله توصيل دليفري بس، وانا بعمل حاجات دي بنفسي. وهتوصلي وهعديكي طبعا الراتب. متشكره قوي، هوصل حالا. ده شكل الاكل جميل قوي، ده الشغل هي بتعمله بنفسها. يلا اول اوردر هروح اوصله. صاحب الاوردر حطاني فلوس زياده، قال لي دي ليكي. ياه، ده انا كده هيبقى معايا فلوس كتير جدا، مش مصدقه. تاني مبلغ كبير. بصي صاحب الاوردر عطاني فلوس زياده. بصي يا حبيبتي، اي فلوس زياده فهي ليكي انت، بس هترجعي قيمه الطلب بس. بجد يعني الفلوس دي كلها ليا؟ ايوه يا حبيبتي كلها ليكي، حواشيها طبعا. شكرا قوي، كنت فرحانه كل ما فلوس كتير، واشتريت البيت الصغير ده من شغلي. واو، اخيرا هيكون عندي مكان بقى اذاكر فيه براحتي وانام فيه براحتي، ومطبخ صغير، والبيت ده بقى ملكي. انا مش مصدقه ان عندي بيت ملكي دلوقتي. كنت انا فرحانه قوي واستمر في الشغل ده، انا حبيته حبيته بجد. ما حسيت دي اكلها جميل والدليفري اتجنن، وهكمل دراستي واشتغل كل حاجه. هي ها تيتو توتي. يا بنتي حرام عليكي، باباكي لسه متوفي وانت بس قاعده ترقصي قدام الموبايل 24 ساعه. عادي يا ماما، خليني اتصور، انا خايفه اموت ولا تزعلي عليا. تي تي تو يا بنتي، خلاص كفايه تصوير طول النهار كده، ولا بتذاكري ولا اي حاجه. خلينا اصور. يلا كمان هكمل الرقصه دي. واو جميله. تي تي تو تي تي تو. واو جميله. اه في ايه؟ حاسه ان تعبانه شويه. اه بطني. ماما لا كفايه كده، كفايه رقص، حاسه اني تعبانه. اه بطني، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما بسرعه. اه ميلا، ميلا انت فين؟ ايه ده، انت متلقاها على الارض كده ليه؟ ميلا رد عليا يا ميلا. هي عندها ايه يا دكتوره؟ طمنيني ارجوكي. هي عندها ايه بالظبط؟ هي عندها مرض، بس المرض ده بتشفى منه ما تخافيش، بس محتاج. هي عندها مرض بس مش خطير يعني، بس لازم تتعالج منه، وتكاليف العلاج حوالي 100,000، لازم
تدبريها بسرعة عشان تبتيجي كورس العلاج، لأن العلاج ده مش تبع الحكومة، هتيجي تشتري على حسابك. 100,000 ده باباها لسه متوفي والمعاش حتى ما سويناهش، مش عارفة اجيبها منين. يعني ما ينفعش تعملوها على حساب المستشفى خالص، يعني أي محاولة؟ للأسف يا فندم أبدا، لازم انت تجيبي التكاليف، لأن العلاج ده كله هنجيبه من برا، ولازم تبتدي كورس العلاج بسرعة عن إذنك. يعني انا كده هموت يا ماما بدل ما فيش فلوس عليك؟ لا لا يا حبيبتي اهدينا منتي، انا هتصرف. جيبها منين بس؟ الدكتورة طبعا جبت لها الدليفري اللي بتحبه. اهلا يا ليان، نورت المستشفى. طبعا على الحساب. طبعا يا دكتورة، مع السلامة. بحب قوي الدكتورة دي. ايه ده ماما؟ ماما انت ليه بتعيطي؟ ليان انت فين يا حبيبتي؟ ابدا، اصل اختك عيانة ومحتاجة مبلغ كبير. بس كده ما تعيطيش، انا معايا فلوس كتير. انت معاكي فلوس وهتديها لنا بعد اللي عملناه فيك يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما، انا مش مصدقة انك تعملي كده بجد بعد كل اللي عملتي معاكي. انت كمان تساعدينا؟ ايوه طبعا يا ماما، مستحيل اسيبكم، انا هدفع المبلغ للدكتورة حالا، واختي هتبقى كويسة ما تقلقيش. شكرا لك قوي يا بنتي، انت احسن من اي حد في الدنيا كلها. طبعا يا ليان بدل اختك هنهتم بيها ما تخافيش. وخلاص المبلغ اتسدد، هبتدي معاك كورس العلاج حالا، وكلها كم يوم هتبقى كويسة. متشكرة قوي يا ليان. متشكرة يا حبيبتي، انا بجد بنتي بقت كويسه، لازم بقى تيجي تعيشي معانا، واوعدك اني مش هفرق بينك ابدا، وهتكوني وهعملك كويس قوي يا حبيبتي. بس ارجعي، احنا اسفين قوي، متاسف لك جدا. انا اسفه كمان يا ليان، كنت بعملك وحش وبعمل فيكي مواقف وحش، ارجوك تسامحيني، انت انقذتي حياتي. مش مشكله، اهم حاجه انك كويسه، واكيد طبعا هاجي اعيش معاكم، وكمان هكمل شغلي ودراستي، انا بحب الشغل ده قوي. برافو عليك يا بنتي، انت فعلا مجتهده.